نجي فقط transfusion اكشنز اللي هي المشاكل اللي ممكن تصير الموضة عند نقي الدم يقول ابيشنت هذا transfusion reaction يعني مريض جاي يتبرع له دم صار تخربط تو باكيت ريت بلاد سيلز يعني ضافوا له وحدات من ال تحتوي على ال بي سي فقط فال يعني موظف المختبر السريري بيجان ذا لابوريتوري انفستيجيشن بدا يسوي تحقيقات على الـ السبب الـ transfusion reaction شاف شنو العينات سوى لها تحاليل وبنفس الوقت سوى بيبر وكمبيوتر بنت, بنت اوت شاف التقارير مفحوصة وال من هذا القبيل شنو الشي المفروض يسوي ورا هذا الشي هنا يقول تشيك فور كليريكال ايرور يعني قصده اكو مشكلة بالشخص المساعد وياه مثلا ما اخذ نفس الوحدة او صار خبطه ونتيجه المفاصله ما كتبها عدل او من هذا الشيء فهذا الشيء لازم يسويه. يقول بالمئة ترانزفيشن ديوتو سام تايب فريكا... اوف ليكي يقول واتس ذا فا باثر اوف فيزيولوجيكال كوز سراوند شنو يسبب يخلينا انافيلاكتيك يعني شلون شخص عنده تحسس مفاجئ او من هذا الشيء طبعا هو الشيء خطر هذا ممكن يهدد حياه المريض. شنو الحالات تسبب هذا الشيء؟ يقول دي بيشنت از ديفيشنت يعني المريض يعطونا دم عد نقص بالاي جي اي فباشرة يعني من فحصوا ال اعتقد قصدهم الدايركت كومب تيست او شيء فبما انه هو عنده نقص بالاي جي اي فما طلعتهم ما عندهم بس من نقلوا له دم كون عنده هذا الاي جي اي فسوانا هذا الانافيلاكتيك ريكشن وطبعا هذا اللي يحفز الهستامين والهيتشي فاذا يسمونه هنا في أكتك اما يكون من طريق البريدنسي الحمل يعني شو يقول patient has hemolytic reaction to blood transfused شخص عد hemolytic reaction يعني تحلل دموي قبل ثمانية أيام شنو السبب؟ يقول بي ديليت نوع من ما يظهر

يعني شخص عنده مثل ما نقول صعد جرح بالرئتين بسبب عملية نقل الدم الحاد فشو راح يشوفون بالسيرام مالته يقول سي انتي ليكوسايت انتي ودي راح يشوفون انه انتي ودي اللي هاجم ليكوسايت هاي يسوي لنا acute في insufficiency بس عند اختناق which نوع transfusion reaction about نوع يصير واحد من كل الـ من الدم بحيث يسوي درجة حرارة تزداد درجة واحدة او اكثر ويصير اكثر شيء باحدى من أقل مكونات الدم يعني مثل آي بي سي او فو فوزن بلازما ولا اخره وما راح يكون سبب بسبب يعني حالة المريض السابقة سواء عنده مرض او من هذا القبيل عنده اوتو اوتو ميون ديزيز فشو يسمون هذا النوع من الترانزفيشن ريكشن يقول سي فيبرايل نون أنت انتريأكشن يقول: What will be a result of a group A blood given to an O patient؟ يعني شنو راح يصير؟ إذا مريض فصيح دمه أو طو أي هذا الأوعد أنتي أي فيهاجم ال خلايا الدم فشو راح يصير عدة ستة يقول B immediate hemolytic transfusion reaction مباشرة إن هو من أصل عدة أنتي بادو تجي خلايا الدم بيها الأنتيجين ضده فيهاجم شو اسمه يسوي تحاليل مفاجئ patient

شنو قصده بالدي بعدين نشوفهم uh, uh, شخص uh, ياخذ طوحتين اي بوزيتيف ريد سيل بعد يومين uh, قبل يومين واي يومين صاعد ديفلوبد فيفر شو اسمه جوندس او ابو صفار. فابو صفار علامه الى ان تكسر صفائح خلايا الدم خلايا الدم راح يطلع منها البلوروبين الهيموجلوبين بالطريقه ما يتحول الى بلوروبين فيطغى على الجسم في ابو بصفار هيز بلاد تايب يعني عنده هيموليسيس هيز بلاد تايب واز ابو اي بوزيتيف شافوا ان فصيل الدم هو اي بوزيتيف وش قلت طاري اي بوزيتيف بعد ايش صار؟ الترانسفيوشن ريكشن وركر بوز اوردر ذير واز نو كلير شافوا عند اي يعني مشاكل بال نقل الدم او من هذا الشيء واز اند ذات وير فاوند شافوا انه عنده نون سبيسيفيك اي جي يعني لو انتي بودي The plasma was also hemolyzed. اكيد أن البلازما plasma at an antibody screen an benal study revealed the presence of عده antigen K. Gina hada al nawm delayed أه, immunologic reaction سوي.

تقييم حالة الترانسبيشن اكسيم باستثناء يقول دي بنال او بي ان بوست ترانسبيشن سامبل شنو قصده هنا all of the following are part of preliminary evaluation of transfusion reaction يعني ظاهر انه بنال اون بي لان هاي شلون اكو انتي يعني حتى لو سووا له هذا آه ما يطلع عن قبل اعتقد وقفتها قصده اللي يكونن فما ينكشفن بال بري بعشرين بالضبط المهم هو يقول all the are part of the preliminary evaluation of transfusion action except panel uh, banal on pre and post transfusion samples يقول تسعة امرأة uh, عمرها ثمانية سنة diagnosed with neutropenia نقص بالنتروفيل and uh, an inflammation of the left hand التهاب uh, اليسرى was type A نفس الدم هي A positive and received طاها على الدم antibody screen was negative ما شافوا أي إلا antibody and cross mass واللي شافو إنه فصيلة الدم تقطع during the time during hair صعد and blood pressure rose from ضغط uh, الدم من 114 الى إلى مية temperature rose ذات إلى وكان درست حراته قبل ها اثناء ال سبعة وثلاثين ثمانية ستين ها دقيقة صار سبعة وثلاثين ثم... 38 ثمانية ثمانية كومبليشن ابونت بس يلد ما شافوا انه البلازما ورا ما سحبوا عينه من المريض وشافوا البلازما ما شافوا انه اكو تحلل او ماكو بلورابين

يقول فبراير لين شنو قصدي فاير نيوتك ذا تمبرتشر روز ذات واز نيجاتيف اون وات واز فاوند اون نيولايز مايكروسكوب واز واز فاوند سينس انتاكت اكو حاله مرضيه ما لها دخل بال يعني هي صارت تزامن ويا ترانسفيوشن بس ما لها دخل فبراير لين هيموليتك ريكشن تصير عندنا نوبات أه مثل ما نقول بس لسه مو هيموليتيك از كونسيستنت وذ بوست سيمتم اند بوست شوفوا بالله شنو قصدي هنا

فهنا وش يقول اي في الظاهر يسبب دم بالادراك يقول 92 year شخص عمره سنة شخص عدة انيميا ويط... ي... وينزل مرات قصده لو هو يسقط لو قصده ال... نسبة عليه تنزل والفصل الدم بي نيجاتيف قطة واحدة من ال red blood cell also be negative he was not recently transfused and the antibodies again was negative during the transfusion ارتفع درجة حرارته من كذا كذا زاد جسم respiration is uh, blood pulse قصدي to I get صارت جسمة blood pressure blood pressure هي صارت سبتة هي وصلت شو طن نسبة اثنين

يعني يصير أحمر وجهة يقول الجواب على volume overload تكي كاردي إنكريز بولز عن volume fused before volume terms before a reaction was يعني طول زيادة بالجرعة the temperature change did not meet criteria for ما عدة واحد وما لقوا عدة هيمولتك اني اكشن لا ما عندي تحلل يقول ستة وسبعين اول فيميل دياجنوز ودي يو يو سبسس تسمم بس وين قصد يو بيدرا يونيتراك تنتشر اوكي طو وحتي عندهم بلاد سيل هير تايب فاصلة تما اي بوزيتيف اي بي بوزيتيف و نيجاتيف انتي بودي سكرين ما عدا اي لو انتي بودي ذا تايم وير اي بوزيتيف ابون ريسيفينغ ذا سكند بالجرعة الثانية ذا بيشنت بيكام هايبوكسيك اختنق و تك تكيبينيا تكيبينيا uh, يعني عكس المخفقان وانما يصير عند ضعف دقات القلب The clinical check was acceptable. That negative. She received 269 from the second maybe for Was called her temperature. filled now, there's heart and is lit with one 13 Her pulse increased. Respiration rose from her blood pressure. the patient expired approximately 12 from the time the reaction was called. What type of reaction? Yeah, the what type of reaction was most likely? It wasn't.

مو كل اسباب الموت سيرت كانسر فيوشن the temperature dropped rolling out of the reaction for is that متقل cool. there was no evidence of pulmonary edema ما صعد pulmonary edema او hypotension seen with trial and uh, plasma product are most suggest to trial D and trial D شن قلنا مالت شنو معنى trial D تولي تو هيومن خلينا الفقرة الرابعة acute لانك injury okay. اوكي ها لأن صعدنا اختناق uh, was no sign of hives or itching uh, ما صعدوا عد uh, شو اسمه حتى حسس which was often associated with an allergic reaction. نعم فإذا هاي حالة ما ما دخل بالش يقول 52 وخمسين year old male received two uh, رجل عمره 52 سنة طوى وحدتين من blood cells as outpatient in the intravenous in therapy unit. هو هو جاي يعطون علاج طبعا بالاستشارية. He had 20 years old history of head to trauma قبل 20 سنه صار عندي ضربه بالراس اند ووز كوادريل ها شلل يعني نصف شلل شلل او ما اوكي او جلطه مثل شلون هاي الجلطة يعني صار عنده نص كامل ما قدر يحكي هي هذه كرنت بنيمونيا عندي هيماتشويا دم بالادرار عندي تو ريموفل اوف ذا فولي كاتيتر فولي الفولي كاثيتر هيز بلاد تايب شافوا انفصل دم اي بوزيتيف ها اي نيمونيا شافو شافوا عنده شو اسمه آه ليش لان uh, بسبب كاثيتر شالوه آه uh, فصيلة دمه A positive with was identified and the anti-FYA. There was a bio discrepancy in the shuffle uh, and no and the A1 cell was positive. The technologist attribute the action to shuffle uh, edge in the technologist shuffle uh, and serve who FYA anti -gene, Sorry, side serve had been present on the I cell had a cold or a 20 which have a to it with the animal of تون انتو في اي بوزيتيف باكس سيل وورك كوست ماتش ذات وي ما بيها هاي اف واي اي نيجاتيف يعني ما بيها هذا انتيجين اند وي كومباتبل وان يونت واز تان شوت طو وحده بالساعه 11 الصبح ونص ما صار عندي اي شيء سيكند was... واز والثاني طوها بثنتين الظهر ان ستوبد ووقفوه بس لين شافوا صار عنده الادرار uh... مالته صار جو سي على احمر

العينه قبل لا يحموها مثلا او قبل لا يعني تعيش حاله الغرفه بوس ماتش صار انكومباتبل شافوا انه عنده ان تي اي اند سي وير بريزنت ان بوست سبيسيمن وات اكشن واز موست لايك بريزنت شنو هذا السبب هذا الشيء شو اسمه يقول كيوت هيموليتيك اكيوت هيموليتيك اكشن وير ذا بيشنت هاد بريفيوس سنسيتيزيشن لان صار عنده تحسس للاي والسي انتيجين من قبل given the history of anti uh, assumption was made that was the cause of the positive reverse type with اعتقاد إنه anti ال اللي هو عدة was the cause of the positive reverse type بسبب إنه العين الطهية لا لأن سبب إنه فصيلة A one okay so even though the antibody does not react ما شافوا إنه ال immediate spin يعني من العينة العين المريض ال مع المستلم مع المتبرع بتيوب ما ما نتفاعل هذا الشيء this brings to light that importance of running a panel whenever the patient has شافوا عدم ضرورة إنه يسوون بنال سيل whenever the patient has a positive antibody screen regardless of previous results hemoglobinuria شافوا إنه عدة uh, بالدرار هيموغلوبين positive data and uh, the hemolysis are all consistent with acute hemolytic reaction صعد الشوم مثل ما اقول بسبب التحسس الاي جي اي العفو الاي يعني تجي هذا هذه الحالة بس هنا شنو الفقرة هذا بوست اوكي هنا شو اسمه

ما شافوا أي علامات و no abnormalities transfusion reaction was called كولد the blood unit يونت to the blood الورقة فحص لل الدم ما شافوا أنه أي علامات يعاني منها المريض سابقا and the, and no transfusion specimen was sent to the blood bank. ما أخذوا منه بعد نقل مسحه من دمه او العفو سحب عينه من الدم ودوها للبلد بانك وات تايب اوف اكشن لايك شنو سبب هذا الشيء؟ يقول سمتم نوت ريليت تو ترانسفيوجن شيء ما له علاقه بالترانسفيوجن باثولوجيست واز نوت بروفايد لان هاي الحاله انه الطبيب ما وفوا كل المعلومات يحتاجها للسبب هذا التفاعل ماكو اي صعد اي بيشنت سبتم ذا بيشنت هاد ريسيفت انذر يونت او بوزيفلي وذ نو بروبلم ما اي مشكله بوست ريأكشن سبيسيمن واز نوت كولكتد ورا ما تحلل العفو ورا ما صار عليه تفاعل المفروض مس حد ياخذ ولا دم يسحبون دم من عنده ويشوفون شنو السبب هذا الشيء كود نوت بي ايدنتيفايد فما قدروا يعرفون شنو السبب الـ هل هو موجود انتي بودي او من هذا القبيل، The FDA recommends collecting specimen post mortem، uh, تطلب انه uh, شلون مثل ما نقول تطلب ايه انه يسحبون عينات بعد الوفاه if reaction is cold، اذا صار عنده so that the investigation can be complete على مود يعرفون شنو السبب transfusion reaction. In that case the pathologist interrupted the reaction as a symptom not related to the transfusion. في اي حالة الطبيب قال انه هاي السيمتومز سببها ان سبب هذا الوفاة انه سيمتوم ظواهر ما لها دخل بالترانسفيجن بيكوز نو سيمتوم ولا لان ما ذكروا اي حالة للمريض سابقا انه عنده شيء هس كومبننت ال اللي هي وحدات الدم الطهية على المريض يقول ميك كانسر بيشنت وذ هيموغلوبين نسبة دمه 6% وات ادمنت تو ذا هوسبيتال وذ اكيوت هيبدومينال بين عنده الم بال بالجوف مالته سمول بول سكشن قاعد مسوي له قطع للحوض مالته and the the attending physician wanted to ra raise the patient him بس الطبيب بعد يرفع نسبة الدم الى 12 before surgery ايش كم وحده تروح يا عم الى 12؟ جواب يقول سي ست وحدات لان يقول وحده الوحده ترفع الدم من واحد الى واحد الى 1.5 بوت طبعا هاي تختلف على اللون والعمر والعفو اي وحات الجفاف عدة او من هذا الشيء which of the following not uh, is not a viable method for removing leukocyte from red blood cell شنو هاي الحالات اللي يصير بيها uh, طريقة صحيحة المودي مود إيه. مثل ما نقول يسحبون الـ من الـ cell عمود يعزلوها بحاتها كمكونات الدم. يقول دي بافي كوت ريموفل يقول ريموفل او ذا بافي كوت ويتش احنا مو مرات من نسوي سنتا اكو يسمونه بافي كوت تطلع بين الار بي سي وبين البلازما يسموها هاي تحتوي على الكوسات لانها تحتوي على بليت نت بي سي از نوت ابروت ميثود فور ليكو ريدكشن اوف ويل كان بي تو اوف يعني على هاي عندنا طريقة اسمها بوست دوج فلتريشن وبسايد فلتريشن اجهزة يعني مثل ما نقول بمصافة دم اللي ليكون سايد يقول اربع وحدات من باك سيل وير بوت تو ذا نوسز للطيب حطة المرضين الساعة عشرة تو يونس وير ترانسفيوز ترانسفيوز اميديتلي اربع وحدات طوها لا اثنين طوها وحدة والثالثة ترانسفيوز بس بساعه 10 the remaining units were returned to the blood bank، طو... الباقية رجعوا لل11 الاخيرة. The units were not refrigerated after leaving the blood bank. الوحدة ما مجمديها. آه... بن طلعت من المختبر شو اسمه. شنو بح... شن بهال شنو سبب هاي الحالة؟ يقول اي the only problem is that with returned the unit uh... 30 minutes has expired and the unit cannot be used. لأن 30 دقيقة ظلت برا ال شو اسمه.

يسحبوا شو اسمه يسحبوا من البلاي من هاي العينه قبل لا يخرب لان البلاي العمر عمر بعد آه جمع الدم المفروض يفصلوها بسرعه يقول بي ستة بي ام يعني ايش كم ساعه؟ شوف هنا انا ب... هنا آه... شو يقول بليت بريبريشن فروم هول بلود ماست بي دون وذن خلال ثمان ساعات اوكي

بهاي الحالة شنو يعني قصده؟ يعني هذا الراديشن يقضي على ال انتيبودي والتي سيال؟ يعني كل يقضي على كل الانتيبودي وهذا قصده في اول اشعاع يعني هاي بحالة الجرافت يعني من زراعة النسيج يقضون على كل الـ... الانتيجينات او عفوا الانتي بوديات الموجودة بالجسم بالدم اذا شنو قصدى بيه ار بي سي ها يعني نقول قبل ال نقل الدم الخلايا RBC خلوها بمحلول يحتوي على بايوفيت ايوسين فوسفيت على مود يحفظنا اياه يمكن اوكي okay. Which of the following is true regarding a first platelet? First blade is collected from single donor by using an apheresis machine that with integrated deco reduction system. يعني هاي آلة شلون تفصل لنا المحتويات الدم؟ اوكي تقول يقول منهم بي لازم اقل تركيز او كمية من البليت كاونت يكون ثلاثة في عشرة سيد داش والبي اتش مفروض مو ستة اعلى او يساوي

موجود بال White blood cell او نيتروفيل او هذا ال <hesitation> يقول What method can be employed on to detect bacteria in random donor platelet؟ شنو الط الطريقة اللي يقدرون يسووها عمود يتعرفون على البكتيريا بالمتبرع شخص المتبرع؟ يقول C ban general detection BGD assay شنو هاذا GSA as mandated the BH and glucose can no longer be used as screening tests for platelet The Velex assay has been for both single donor plated and random blood sugar for bacteria screening. شلون طريقته بالله هذه؟ يعني ها يأخذون عينة من الجسمة من الدم ويضيفون ويضيفون فوق الجسمة suppose a plastic cartridge that can be stored at room temperature and three dropper blades sample re-treatment 500 blades to assemble and applying it to a sample well on the test cartridge Within approximately 20 minutes of sample's addition a pink colored راح يصير لون وردي ايه اوكي okay, هاي one of the reading window اوكي okay. يقول All of the following statements regarding FFB are true except كل هاي المصطلحات صحيحة بالنسبة لل FFB باستثناء يقول أي

سبعة وثلاثين فهو بما انه انت الانتي ما راح يتفاعل بهذا درجة الحرارة يقول اي اوف باكت ار بي سي سبليت يوزنج ذا اوبن سيستم وحدة من ال باكت ار بي سي فصلوها بواسطة اوبن سيستم يعني نظام مفتوح يعني هذا ما انفصل ون اوف اوينت از يوز نص استخدموها شو راح يسوون بالنص الثاني؟

او احتمال كونتامينيشن وعند بكتيريا جروث يقول لك كايابوسيبيتيت ما بي يوز تو تريت اول اوف ذا فولوينج اكسبت اللي هو نوع من انواع البلازما يتعالج كل الحالات باستثناء حاله سي يقول ايديوباثي ثرومبوسايتوبينك فربرا يقول لك كايابوسيبيتيت ما بي يوز تو تريت فولوينج براند ديزيز هاي فاكتور جسم بس نوت انديكيتد ان از ذا برودكت اوف تشويس أو اي تي بي اعتقد لان هاي يعني هي متعلقه بالبليتلت بس كايبوسيبيتيت انت افنس هذا يعني شلون انترافينوس علاج ب علاج حالة المريض بس يعني شوف الكايبوسيبيتيت شو اسمه تحتوي على كل الانتواديات

Using centrifuge, plasma can be removed. يعني تخلص من البلازما then sterile connecting device can be used to aseptically transfer sterile isotonic saline to the platelet replacing the compatible plasma. يعني يفصلونه راح البلايتيت كدس في الجوف أو جوة بالتيوب بالجهاز راح يفصلون البلازما اللي هو السائل فوق يضيفون فوق السلاين. The great component is the capability to have. ناس عندهم anti-IGA

جلايسيرولايز <متسجيل> يعني ايش لايف يعني جلايسيرول بس دهنيه يعني ال ال اي بي سي يحموا قبل ما يعني يسوون الثوت او قلن يعني يزيدون درجه حرارته شويه يسمونها هذا مصطلح الجلايسيرولايزد يقول اف اف بي اللي هو فوش فوز بلازما كان بيوز تو اوت وذاوت جاد فول نقدر ننقل الاب شو اسمه ال نعطي نتبرع بالفوش فوز بلازما بدون نظر الاعتبار الا انه اختلاف بالاي بي او لو اتش شنو بالضبط يقول بي ار اتش كان بيوز وذاوت اني جاد فول بيكوز اف از نوت سيلر برودكت لان هي الاف اف بي مو محتوى مثل ما نقول خلوي بس الاي بي او احتمال الظاهر يعني موجود الانتجين حتى بالدم او اي ظاهر شي يعني all of the following are two regarding washed rbc except كل هاي المحتويات هي صحيحة بالواشت ار بس اثناء سبعة سبعة عشر يقول سي shelf life extended راح يطل عمرها راح يقلل ما تبانت يعني خليها 24 ساعة يقول وات از سبيشال كونديشن فور ذا ستورج اوف بليت شنو الحالة السبيشال حالة الخزن للـ الخاصة للبليت يقول دي بليت ليت constant اجيتيشن لازم تعرض تحريك مستمر بداية حالة الغرفة يقول transfusion of irradiated blood uh, product is indicated right in all of the following except uh, نقل ال radiated product يعني المعالجة شعاعيا عم يتخلصون من حالة الجرافت او يتخلصون من بعض الانتيجينات او الانتيبوديات اللي ما يحتاجوها يسبب لنا مشكلة بس تتعيها حالة ما يحتاجوها يقول دي وام اوتو اميون هيموتك انيميا يقول will not require radiation unless the patient had an underlying immunosuppressive disorder فقط بحال انه المريض عد آه, حالة من مشكلة التهبيط المناعي يعني ما يقدر يسوي immunosuppressive what percentage of red cells must be retained in eco to reduce red cells يقول آه, المرضى اللي عندهم شو يقول هنا what percentage of red cells must be retained ايش نسبة الدم المفروض ال بي سي المفروض أه تكون طبيعية تصعد بحالة المرضى اللي عندهم ليكوسايت ريد سيلز يعني المرضى ما عندهم ليكوسايت او قلة بي يقول سي خمسة وثمانين ريد سيلز يونت ذات زبين ليكوسايت ريديوس ماست اوجن ريد سيلز المفروض شو اسمه ترفع خمسة وثمانين بالمية نسبة الريد سيلز طبيعي الـ which of the following is true regarding granulocyte granulocyte constraint <applause> شنو الحالة الصحيحة بالنسبة للتركيز الـ granulocyte؟ يقول <applause> C the product must be cross matched يعني الـ الـ cross لازم نسوي لها cross match يعني نسبة الـ الفصائل الدم من هذا الشيء large of red cell and must be consumed with recipient serum. يعني <applause> كذلك بي

وهذا ما يسوي اضافة لي ليست آه لا العفو البلايتس طبيعي ما ماكو مشكلة بس باقي لا لانه راح يسوي عد زائد كالس البوتاسيوم الظاهر يعني اكيد راح يسوي مشكلة بالاعصاب او بالعضلات بالتشنج وات كومبوننت ما بي شيبت شن المحتوى اللي يقدرون يضيفونه الاف اف بي او الفوش يقول اي فش

كايبوسيبتيت ايش بولد كونسيست كل وحده يحتوي على خمسة يونت اوف كايبوسيبتيت فون يونت اذا واحد من عندهم تسخنوها بسح... آه... بس... شوي بخم... بال... حر... بالعفو بالساعه خمسة وين ماس ات بي ديسبنس فروم ذا بلاد بانك يمتى لازم مفروض آه... آه... يرحلوها من مصفى الدم يقول بولد كايبوسيبتيت از كلوز سيستم هو ات هاز ان اوت وان يقول كايبوستيت هي نظام مغلق بس بكل الاحوال اذا شو اسمه كانت مجمده وحموها شويه لازم اربع ساعات يصرفوها فاذا الجواب مالتها اي بفوق تسعة ايام يقول هاو داز راديش بريفنت associated شلون الراديشن راح تعيض اشعاع محتويات الدم راح يمنع المرض الهوست يعني رفض النسيجي يقول جاما راي ان اكس راي دسترويد لنفوسايت ابليتي تو ديفايد راح يحط منه قدرة اللنفوسايت على التكاثر او الانقسام من شو اسمه خاصة من حاجة الخلايا يقول ويش كومبوننت هاز ذس لونجست اكسبيريشن ديت يا اكثر مكون اكثر شي طول سي يقول فش فوزن بلازما او عفوا فوزن ب ار بي سي فوزن ب ار بي سي خلوه 10 سنين فش فوزن بلازما إذا خل... أخذ أه... والكايو بس إذا بسالب 18 اسمه خلال سنة واحدة بس إذا خليه بدرجة حرارة أه... سالب خمسة وستين أو أقل راح يصير سبعة وستين. بليف لي خمسة أيام. يقول all of يقول <applause> كل هاي شو اسمه راح ننص Uh, all of the following كل الشيء اللي راح نقوله uh, يعتبر شيء مفيد of using single donor platelet uh, اذا اخذنا من نفس ال ال شو اسمه المتبرع اخذ من اكثر وحده بليتلت عكس ما اذا اخذنا من عده متبرعين يقول اي less preparation time the single platelet require more preparation time than random because they are by إذن راح يسوى بجهاز which may require يحتاج فقط واحد ساعة إلى depending on the instrumentation used. equivalent amount may require only few minutes. بينما إذا أخذنا من عدة أشخاص بصورة عشوائية امونت يحتاج فقط عدة دقائق هاي السنة الجاية فقرة ما فهمناها وات از ذا اكسبيريشن اوف ايش قد الكراية بوسيبتي تطول اذا بولت لا خلو يعني خلوه خزنوه اربع ساعات وين فيجيتال كابس ار بولت ان ان اوبن سيستم يعني ضافوه بمكان مفتوح او شو اسمه كيس مفتوح الاكسبيريشن تيت اربع ساعات بس اذا بكونكتنج شو اسمه خلينا الفرق بين اوبن سيستم كلوز سيستم باك الكلوز سيستم اعتقد هو نفسه عينة المريض راح تنتقل من هنا لهنا لهنا فيسمون كلوز سيستم open سيستم لا يمكن راح يضيفون ال تلقائيا لا مو هذا قصدي انا يعني بال Open System راح يقل عمرها يعني بكتيريا.. شو اسمي Contamination Close System يقول Blood Bank its blood container or connection point in which the sterility of blood dopes is not compromised يعني ما راح يصير يعني هي نفسها راح.. شو ما راح نضيف عليها اشياء اعتقد Sterile matter unit of plated or cut into one bolt to one bolt for the closed system in blood bought huh. up as anything يعني قصدها طريقه قديمه اللي يسوون بها بولد هذا البولد اللي هو البلد حسب السبين مالت سنتر فيوج سيبريت ار ار بي سي بلد ار بي سي شنو قصدي ونهار هذا السبين راح يعطينا ال بي سي فيرست فولم لازمه هاي يعني

حو شو اسمه الوحده اللي يحتوي على ااا أه... خلينا نتاكد من هاي الفقره هاي شنو قصدي كسايت الدوس بعد شنو هذا الكومبوننت بالاصل؟ ها ريديوس يعني يحفظوها باكيد دريب بلاد سيل اوكي توز ذيس او ادفيرس جو هو الار بي سي او هذا قصدي بس قلت يقول حدد خلايا اد وايت بي سي المسموح بال دمجوها ويا يقول بي اقل من خمسه في عشره سته يقول حالة كان بيشنت تصير ديفلوب شخص عنده سرطان صار عنده اصابة خطأ كلش شاف نزلة هيموغلوبين مالته بسبب الكيماثيرابي اللي هو الاشعاع والعلاجات عفوا العلاج الكيميائي كوز بون يعني صار عنده ضمور بالنخاع العظمى ظل ينتج انيميو ديفيشنسي نقص مناعه وبلد بودكس او ايش راح هالحالة هذه يقول راح نعطي الراديات الر بي سي و سايت. This cancer may be immunocompromised from this medication but needs to receive a for anemia. لازم من طن ا سي anemia, therefore radiated بي are indicated. بلاتد may be need to control bleeding. And the granular site may be indicated for short term control of severe infection. فيطون الراديات الدين عندو ما يصير مضاعفات اعتقد. نرجع لهاي الفقرة قلنا ما عرفناها يقول all of the following are advantage of using single donor platelets as opposed to random donor platelets باستثناء ها فاذا ال random donor platelets ياخذ وقت اقصر من الـ single donor platelets أه نجي فقرة الدونالدز لو هم متبرعين شنو الاشياء اللي يتطلبها المتبرعين نقدر نفوت المتبرع ونستقبلها على الضوء شنو بالضبط يقول هنا انا which of the following individual is acceptable as a blood donor يا yeah, من هذول نقدر نقبل لك المتبرع يقول تسعة وعشرين year old man who received the hepatitis B vaccine last week شخص طوى هبتس قبل اسبوع لو 21 امرأة nose burst last week اللي هي سوى ثقب الانف معناتها قبل اسبوع لو تلاتيني اوض من هولف ان زامبيا فوق تلاتيني انو تن لاس موت ظاهر منطقة بها وباء او هيج شي لو اربعة وخمسين رجل هو تيست بوزيتيف فوق هيبتيتس شخص ادى هيبتيتس قبل سنة بس ما طلعت عليه اعراض يقول اي اذا جانا سمتم فوق الشخص ما عدى اعراض ذير از نو ديفيرال بريد فوق هيبتيتس فاكسين فاكسين بي من يسوي لقاح ضد ما بي الوقت يعني مؤقت مو... معين وهاب هاد اللي عندها انفه سويت ثقب او هيك احتمال يعني سويته او هيك فى ف12 شهر اللي لها حق تتبرع بس انه الشخص اللي يعيش بالاندميك مناطق بيها اندميك اللي آه الطفيني ملاريا انت ما يدرك او لك لثلاث سنين والشخص اللي عنده بوست بتف هيباتيتس سي دف للابد يعني طلعت عليه ما طلعت لان يعني هذا راح يبقى الظهر الخامل بالجسم يقول حاله رج عمرها 53 سنه تبرعت بالدم بمكان عملها شي وزنها 150 باوند أه, تقريبا اي يعني بنص يعني تقريبا نص كيلو 150 تقريبا يطلع أه وزنها أه, 80 75 انت هيموغلوبين اوف 13 شي is currently on warfare on vitamin B12 is she is going to استقبل هذا الشيء يقول yes for itself only بس الخلايا الدم الحمراء عمرها والهيموغلوبين يتقبل هذا الشيء بس لان هي يعطوه وافرين فبس ال اي بي سي اللي ريد تصير كان بي ريد فروم هير دونيشن يقول ويتش امينيزيشن هاز ذا لونجست ديفرال بيريود يا لقاح اطول شيء فتره اللي الحق يتبرع يقول اي آه اللي هو اتش بي اي جي انجكشن هذا اللقاح ضد اللي هو 12 شهر

فيرسز اون أغسطس يعني سوى عملية عزل الصفائح الدموية مالته لو شخص عمره 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 عشرين اربعين آه سنة اخر مرة تورعت يوم ثلاثة وعشرين جولاي لو تلاثة وعشرين عمره تبرعت الدم آه فور هير انت لعمتها اربعة عشر اوجست

ويك خلينا نتاكد معناها حرفيا يستبعد اوكي يعني اكسكلود الشخص يستبعد عن القبول لل حالة شو اسمه ما يسوي يعني ما يتسقبل من الصفاء الدموية يقول اي بليت كاونت الصفحة الدموية مالته قليلة كلش خمسة وسبعين في عشرة تسعة إن دون هو إز فريكونت بليت ليت وهو يطيط بليت باستمرار لازم يكون أكثر من مية وخمسين لأن خاف ينقص عدة صفائح فيتأثر عليه سلبا لأن شرط بي دونر لازم لو اه لو اكسيدنج واحد لتر will because for rejection ثم will not may donate ما يقدر لازم يكون يعني أقل شيء اللي بقول شيء راح يسوي عندك لازم ندوس because for rejection هاي يعني إلا إلا إذا ألف بس اذا 800 مو فد شيء ادونا ما أربعة 24 تايمز اي 24 مرة بالسنة بس مو يوميا كل يومية قصدي خلال سبع ايام يتبرع مرتين ادونا كانت انجاست اسبرين وما يقدر يتبرع يكون ما ياخذ اسبرين خلال ستة وثلاثين ساعة من قبل عملية التبرع بالبليتلتس which of the following donor may be acceptable for whole blood donation? Yeah, my way is it is just me going be a little whole blood. It could be a uh, uh, triathlete with a pulse of triathlete with a pulse of 75. Ha, athletes, what's the بس هنا مخابطين بالنسبه مالته uh, حتى يعني هذول العدائين حتى لو كان البص مالته اقل من 50 جيت بقى ال عندهم ادمان على الادوية سكوس فوبينت راح او مخدرات راح دايما ما اقدر نهائيا اذا ما جاء الناس وال عندهم علاج سفلس او غونوريا 12 شهر يقول which فيزيكال examination is it is cause for rejection of شنو النوع الاختبار ال... للشخص يعني الفيزيكال يعني قصده ايدي شو اسمه جسمه وجسمانيين او العضلات ما تريد شيء يعتبر طوله وزنه يعتبر سبب لمنع التبرع بالدم كامل هوب بلد يقول دي ديستوليك بريشر اوف اه عشرة اف مية وعشرة ديستوليك بريشر يكون مو اكثر من مية وزنه اقل من مية وعشرة يجدر اه يتبرع بثناش بالمية من الحجم الدم العدة الحجم الدم شلون يساوي الوزن بالكيلوغرام تقسيم خمسين في أربعمية وخمسين درجة الحرارة الفموية مالته أكثر من تسعة وتسعين بوينت خمسة فهرنهايت بعد برشا تكون أقصى شي مية وثمانين فور سيستوليك على مية فور دايستوليك والهيموغلوبين أقل شي يكون اثنا عشر بوينت خمسة والهيماتوكيت ثمانية وثلاثين يقول له هاو donor كذا لا يقول situation is not كوز for indefinite اوف يا حاله ما راح ي... ي... نقدر مثلا نرفض التبرع بالدم لمده غير معلومه يقول دي اكسيدنتال نيدل ستيك وان يو اجو نيجتيف فور واحد تشيك واحد بين الارض ما اعطيه اي اعراض شنو هذا قصد الدواء ستيرايد علاج شنو بالضبط

ها آه. يصير مشكله بالدماغ يصير اسفنجي هيك شيء يقاتل هذا المرض يعني ضمور بالدماغ او هيك شيء الظاهر يصير عنده يقول متبرع يتبرع الدم كامل حاليا جاي يعطوني علاج اللي هو كلوبي دوغ رول دورك رول شنو هذا العلاج؟ جماعة تجلط الدم اوكي بيكلود من التباعد آه يا نوع من انواع الدم ما يصير يتبرع بيها يقول اي بليتلت لان هذا رندر بليتلت انفكشنال راح يمنع تجلط الدم راح ياثر على الصفحات الدموية فماكو فايدة من دي. يقول how much anticoagulant will have to be removed from the collection bag given a donor who weighs شخص وزنه 90 رطل يعني او باوند يعني تقريبا uh نقدر نقول أربعين خمسة وأربعين أو خمسين كيلو إيش قد لازم مانع تخثر إيه إيه مانع تخ الدم يحطون يضيفون يا مانع تخثر يعني ما يتخثر الدم فإيش قد لازم يحذفون من مانع تخثر من ال ال, ال... الكيس الدم التبرع بالدم يقول اثنا اه... عشر مللتر نقسم الوزن ديفايد ويت باي مية عشان نضربه ب وخمسين ونقسم بمية ونضربه بأربعة عشر راح يعطينا الكمية التي كوكت نحتاجه وهذا راح نقصه من ثلاثة وستين اللي هو الكميه المثاليه ما اعتقد يضيفونها بعلبه 450 الكيس 450 مللتر من مال الدم يعني معادله هاي يقول امراه بدات تتنفس بسرعه اثناء تبرع الدم شنو الاجراء الصحيح؟ يقول سي ديسكونتينيو ذا دونيشن اي بروفايد بيبر باك نوقف التبرع ونعطيها بيبر <applause> باك يعني مو تخاف تتقيا ها فنتيليتنج يعني this woman is hyperventilating جاي تتنفس بسرعة The donation should be discounted a bear bag should be provided for them to breathe into in order to increase the carbon dioxide in the donors ايه نخلي ال نزيد نخلي uh, مثل ما نقول uh, uh, ورقة او بيبر uh, Should be worth for them to breathe. يقول a paper bag. في نقاز بالبيبا وبعد منها شلون نصي شكلة هي تتنفس تنفس بيها عمود يعني تقلل الأكسجين وتزاد نسبة الكربون داكساد ان اه عمود مثل ما قلت شاب تقل نسبة الأكسجين فما راح تطرح هواية حتى ما يصير حتى يمكن ترتفع الحامضية أو هيك شي لو تقل الحامضية يمكن يصير يصرعته... قاعدية لأن جاي تطرح هواية كربون داكسايد ما أعرف يعني كل شيء وراء هذا الشيء كان نشوف شنو السبب

يقول ادونا باك از هاف فيل دوينج دونيشن وين ذا بلود فلو ستوب سلكت كوت كوس شخص جاي يتبرع بالدم ووقف الدم عده أه وتقريبا تقريبا النص ايش راح نسوي بهذا؟ يقول تشيك انا ريبوزيشن حرك النيدل ونشوف اذا اكو مشكله اذا ما اكو دم بعد نسحب النيدل ما راح نسوي بين بانشر مره ثانيه نسحب منه مره ثانيه هاي وقف نقطع بعد نلحم الباك

he has a low antibody K ها كوزمتك بوش من مثل يعني اللي يزيلون ال سمعي هي الثالول او شو اسمه الشامات من هذا الوجه ويش يعني جراحة تجميلية شخص عمره خمسة سنة مسوي جراحة تجميلية خلال اسبوعين عنده لو antibody K لو عمره 23 سنه أي ايش 10 ما يصير لو 12 سنه وهذا عنده هيموفولي نقص بالجسم ما يصير خاف عليه نزيف لو 53 سنه امراه فهو تسمم يعني بكتيريا ما يفيد فيقول شخص عمره 45 سنه عنده انتي بودي كي is the best candidate for this autologous donation because blood will be hard to find if he needs blood after surgery. لان ما يقدرون يحصلون على هذا لأن

which of the following is an acceptable time يا وقت يقدر شخص يتبرع بي أه خلال يعني يكون وحدة وحدة من الهول بلد is collected يقول دي اللي هي 13 دقيقة شلون الناس يقول 15 ساعة a unit of whole blood shall be collected يكون الوحدة الواحدة الواحد من الدم خلال خلال عشر دقيقة او هناك خمسة عشر دقيقة يقول يقدر يتبرع مو اكثر يعني بين تبرع تقصد الوقت اللازم عمود شو اسمه تبرع يعني خاف اعتقد تقصد شنو يتأثر الدم يقول which of the following is the two regarding acute non uh, normal volume hemodilution شخص عنده acute hemodic ايميو شنو عنده بالضبط يعني الحجم طبيعي acute normal volumic volumic dilution dilution involved in control removal of whole blood immediately prior to the operation يقول هذا involve a controlled removal يعني مسيطر عليه ازاله للهول blood قبل عملية فالحجم المحلول بالاوعية الدموية ما المريض ما راح يحتوي على RBC with no blood volume but with less reduced يعني راح يبقى على حجمه نفسه بس راح ينقص حجم ال عدد ال RBC ها يعني هاي الظاهر لان يعني راح ينقص وايد في شو يسوون؟ راح يسحبون من اعتقد RBC بي سي نبي هي يعني يسحبون من ار بي سي ومن يخلص يرجعوا الهيه حتى ما يحتاج بعد يضيفوا لمس الشخص الثاني اوكي يقول اوتولوجز زيونت اوف هول بلاد واز كولكتد Uh, شخص متبرع بالدم سحبوا منه دم عمره 33 سنه هي امراه ان uh, لها الكاحل بروسيجر من ثلاث uh, اسابيع the يونت ها هاي شنو هذا هاد هير شنو قصده هاي

بس اسم زوجها واسمها الاول والمعلومات الطبيه ذكر اون سوشيال سيكيورتي نمبر شو بي دان وذ ذس شو راح يسوون بيها اذا شاكين بيها يقول دي نشوف ذات سيكيورتي نمبر ماتشز نتاكد منه رقم الحمايه المجتمعيه موجود هاي الظاهر يعني عندهم هناك بالخارج ما اعرف شنو قصده ذا نيم ويث دونت ادمشن ميك ذا كوركشن ان كمبيوتر نسوي تصحيح للكمبيوتر سيستماتنا والميديكال دايركت او نشوف تحت موافقتي مسؤول المختبر ذن ميك ذا يونت افيلبل فور ترانزفيجن نقدر نقدر نو شو اسمه نسوي جاهزه لل نقل الدم قبلز ذا يونجست ايج بيرسون كان ميك ان الوجينيك هول بود دونيشن شخص بيا عمر يا اقل عمر يقدر الشخص يتبرع بالالوجينيك هول شنو قصده بالالوجينيك تكاي منها دول انا أنا لبست يعني عكس اللي شو اسمه الأوجينيك عكس ال أوتو ولا هي هاي أوكي يعني قصدي مو نفس هو الشخص يتبرع بالدم بعدين يطلع الدم الى لا شيء شخص يعني يختلف يتبرع بالدم ام شخص ثاني فيا أقل عمر يقول سي 16 سنة طبعا ما وافقت الآباء which إيه of the following vaccination cases not deferred but ياها من هاي الفاكسينيشن ما يحتاج اي تاجيل بال تبرع بالدم لقاحات يقول و كومبينت اتش بي في هذا اللقاح فايروس ما يحتاج شو اسمه الكومبينت اللي هو قصده يعني الفيروس يجئ

on cold blood cell of a newborn يعني شافوا انه خلال سحبوا عينين الحبل السري للاطفال حيثي اولاده وشافوا انه بوزيتيف باستثناء شنو هو؟ كل هاي احتمال تعطينا ذات بوزيتيف باستثناء يا عامل ما يعطينا ذات بوزيتيف يقول immune anti k from a k mother on cells of k انت يعني امرأة شو أه اسمه أه انتي كي والطفل ما عنده كي فيعني ما راح يصير عنده اي سنسيتايز او اي شيء فراح تطي نيجاتيف بينما هنا انا اقول اميون انتي دي اون سيل اوف ار اتش بوز فهنا اكيد راح يصير عنده يقول فيتر سكين يلد نيجاتيف ريزولت اون ماذر هو از او نيجاتيف اون انفانت هو از او يعني شافوا انه الام او نيجاتيف بالطفل او بوزيتيف بس شافوا النيجاتيف ريزلت بالحاله الاولى ما يلحق الانتي يتكون في نيجاتيف ريزلت على ما يعبر على ما يتكون يقول بي ايشو اون فول دوز of ار اتش اي شنو

او يصير عندهم مرض مناعي يعني هذا يستهدف الانتي بودي. اوكي باحتياط. What should be done when a woman who is uh, uh, 24 اسبوع من الحمل has a positive antibody screen شافوا ان عندها عندها antibody screen يعني احتمال uh, الو انتبادي عندها قصده

الايجنت يجيب عده خلايا كلخليه بها نوع من الانتيجين فيستضيفون عليها ويشوفون شنو الانتيبوديات المتكونه ضد الانتيجين على مود بالولاده يستخدمون علاجات تهبط لنا هاي البوتي بادي حدون على الطفل يقول all of the following intervention for fatal distress except by maternal caused by maternal antibody attacking fatal accident يقول كل هاي الحالات تطلب لنا تدخل اه من أطباء ابحاث الانتي بادي هاجم الطفل خلايا الطفل باستثناء شنو يقول سي ترانسجين في انتيجين بوزيتيف سيل تو ذا مادر يقول الانتيجين انت ذا مادر هو اولريدي هاز انتي بادي ميت كوز ترانسفيوشن رياكشن او ايفوك ان سترونج انتي بادي ريسبونس بوستلي كوز مور تو هارم ذا فيتس يعني كل هاي التدخلات حتى تقللنا من حده الاصابه باستثناء احنا ما نقدر نعطيها انتيجين بوزيتيف راح يزيد لنا وضع سوء لان هي عندها انتيبودي ويعطوها نوب انتيجين بوزيتيف احتمال انتيبودي ضد هذا الانتيجين فيزيد لنا وضع سوء على الام. بينما هنا يقول انت ترانزفيوجن يعطونا نقل دم مثلا لل داخل الرحم بلازما فيرسز اون ذا يسحبون منها بلازما خلينا نتاكد من بلازما فيرسز شنو قصده به ياخذوا يعني يغيرون دمها مؤقتا يقطوها الدم ياخذوا منها دم ايش قصده تغيير يعني فصيله توكسين تمنع السموم هيمودايس كونتينوس هيموفلد يعني ها يأخذون دمها إبلها زمايتها يصفونه من نوع انه نو بيجعلها دمها طبيعي هو هذا قصده حتى خاف بي مثلاً أنت بدو ويجي شيء. وهاي early induction of labor شنو قصد induction of labor يعني إيش اسمه إسقاط يعني تسريع للولادة أوكي okay. كوت سيل سكس تايمز والسلاين يغسلون الكوت سيلز خلايا مال الرحم uh, العفو مال الحبل الشوكي مال الحبل الشوكي شنو الحبل الشوكي قصدي حبل مش يمه والسلاين ذا السري عن ذات عن ذا عن نيجاتيف كونترول ار ستيل بوزيتيف شلون نيجاتيف كونترول ستيل بوزيتيف هو المفروض نيجاتيف what should be done next يعني صار عندي سنسيتايز الظاهر جاي اكو انتي بادي بالمشيمه فجاي تهاجم خلايا مال ابي سي موجود بالحبل الشوكي حبل عفوا حبل السري يقول the كوت سيل كونتين اكسسيف واتون جيري شنو قصد الواتون جيري مصطلحات هاي ما اعرف يجيبوها واتنجري اذا إذا كانت اللي هو نسيج ضام لو وذن ذا دي امبيريكال كود بال بال حبل السري مادة الهلامية موجودة في حبل السري كذلك في الجسم الخارجي زجاجي في العين وذلك يتكون بشكل اساسي من عدة سكر المخاطية فحت ما دام هاي الخلايا موجوده بكثره حتى لو غسلناها وسوينا خلايا ثانيه ماكو فايده. هير ستيك سامبل يعني باهيا جاي يسوينا فوق بوست بوزيتيف جاي تعطينا بناخذ عينه من الكاحل مال طفل ما بيها الخلايا واعطونا دات صحيح اختبار دايركت انكتيجلورين تيست وي وات كان بي دون اف ميتر ديزيز اوف نيو بون اس كوز باي ماتيرنال انتي كي شرح شنو نسوي اذا لقينا انه نزف جاي يصير عد الطفل مرض بسبب الام انتي كي

يعني يقولون بس اذا انت دي او العاملة لا هذا الشيء يقدرون يسيطرون عليه بهاي الحاله لازم يراقبون نسبته ويشوفون حاله الجنين والام اذا كانت نسبته وهاي جاي تسوي لنا فيتال ستريس يعني مشكله الطفل فهنا في ديستريس راح تتطلب او حاجه الى تدخل طبي شود ان او نيجاتيف مودر ريسيف ار اتش اي جي ار اتش اي جي اللي هو علاج يهاجم الانتبادي مال الام الاي جي جي الحاله البوزيتيف طفل حتى يمنع عنا مضاعفات في دات يقول شيلد مالتها تعطوها انتي دات ان بون اذا شافوا ان الطفل صار عنده دات بوزيف يعني صار عنده لو انتي بدي لان الام عندها انت اي الاو بما اونا الاو نيجاتيف فهي هي انت اي وانت بي فيضا احتمال فصيله الطفل اي موزت بوزيتيف الحاله شو يسوون؟ يقول سي يس اف ذا بيبي تايب از ار اتش بوزيتيف اذا كانت حاله الطفل ار اتش بوزيتيف لازم يعطون هذا الشيء يقول اميون انتي دي and is given to the Rh negative mother who will give birth to the Rh positive baby and who do, do not have NTD already formed from previous pregnancy or transfusion. You could shoot an A negative woman who had just uh, miscarriage receive أم عدها عمله أو صار عدها هبو يعني قتل أو عفو شو مثل ما يقول أسخاط you to have h i g equal yes but only if she does not have evidence of active يقول بس بحات انه ما عندها اكتيف ان تي دي موجود a positive or switch of the fetal is unknown determination of a pregnancy from any cause present a situation in which an rh negative patient should receive لازم تقول RH اتش اس ام need is used the in the first trimester. لازم نعطيها جرعة خفيفة إذا بالوقت الأول من الرحم أو بالثلث الأول. يقول حالة the author brought uh, report a

شفنا الاختبار غير النسخ هو اسمه شطوله كلي هاو used during pregnancy to quantify the amount of fetal blood found in the maternal circulation يعني اختبار أثناء الحمل يحسبون نسبة الدم لل found اللي هو نسبة الدم الطفل بالأم اه عن خلايا maternal gross cell and a bright pink fetal cell يقول شلون مبدا العلمات يقول هي بين مال الام آه يذاب بالستريت بفر بي اتش 3.2 اند اوت اوف ذا راح ينفصل من خلايا الدم الحمر ديك ذا اف ذات فبهالحاله راح نفصل نقدر نفصل الخلايا الدم البيه هيموجلوبين هاي معتبرها الطفل ما بيه هيموجلوبين هاي مال الام ال ايه ويسوون فحص للدم يعني يعني في هاي مال الأم فحص الشاحة ما بيها هيموجلوبين هذا ما شو اسمه ويحسبون يمكن أعتقد الصورة هاي راح تطلع هذا مال الأطفال يحسبون خلايا الدم الحمر ويسوون معادلة طبعا للجسم اسمه فشنو قصد هناك كلام بيركسيجست از نيجاتيف از وومن فور يعني ما لقوا عنده مثلا دم بال هاي مثلا خاف دم مال طفل راجع بيها فمطينا اعطينا ار اتش بوزيتيف اعتقد قصده هيك is this woman accounted for هل هذه مؤهله ان يعطوها ار اي جي يقول اي نو شي از ار بوزيتيف هي تعتبر ار بوزيتيف A negative can be this confirmed that the positive reaction of the woman are BC with NTD. مو معناها إنه اه شو اسمه مو معناها انه الطفل راجع الدم مالته للأم فسوي هاي الحالة the woman is weak positive and therefore لأن عندها عد... weak NTD positive فما بينتها بالحالة الطبيعية إلا بالفحص ال IDT and is not candidate for RHIG فالأم مؤهلة طوى هذا العلاج the typical at least for a week is not done at part of the work up ما يعتبر انه هذا الـ ID المرأة يطلع... الحامل ما يطور ما يسوي اختبار اثناء الحمل هذا الدقيق In, in such cases if the rosette test is positive, the mother is given the to rosette test positive test. يقول بالوزي تيس if if, if R H positive fetal cells are present they will form cluster that look like hoods يعني بحالة اختفاء غوزي لو كان طفل الخلايا ما طفل موجودة بالدم الأم راح تسوي مكورات عنقودية وهي شيء غوز كالوردة راح تنا بوزيف تيست بل ما أكلها بريك تيس تريك أسر بي أريد تو ديسمبر ما حكينا سابقا هيك راح يصير شكلهم اوكي جروب اوف ذا فلانج بيشنت وبل بي ان كانتي يا من هذا المرضى راح يستحقون يعطونهم ال اتش اي جي يقول بي او نيجاتيف مدر او نفاسيتي او نيجاتيف ابيزت بيبي طبعا الطفل اللي فاصله او اي بوزيتيف سكند بيجنسي حمل ثاني نو ان تي دي ان مدر ما لقوا نوعتها ان تي دي المدر فراح يحطوه هذا ال اتش اي جي بس ما فهمت انا ليش, ق... ليش اسمه يقول ما يستحق واي فوق شنو قلنا يا حاله يقول should be not be given for the woman is D <تصفيق> <تصفيق> يعني إذا الأم D يعني قصدي R the antibody is إنه سكين positive and the antibody is anti -D. يعني امراه عندها انتي دي موجود بالدم هاي ما المفروض ما يطوها اه هذا الجسم هو بالاصل شنو هذا نحن احنا قلنا من ساعه ها هذا الاختبار form of an antibody against the main rh antigen يعني هذا رايح حطه منه الانتيجين ما طفي العمود الامي اللي اللي سايتيز من عده بعدين نرجع لهذا الشيء يقول كلايت بي اه بيت اسيدس لوشن تيست اي 5 40 خليه بالخلال بمقاطع ب 2200 سيل هاو ماني بول دوز ار انديكيتد ايش قد لازم يعطون جرعه من اتش اي جي يقول دي اربعه شلون نحسب جرعه انفيوست ديفايد نقسم 40

العدد اللي على يمين النقطة أو أقل من خمسة راوند داون أند أت ويندوز أوف إتش أي جي كونفرسلي وين ذا نمبر تو ذا رايت أوف دوز أكثر من خمسة راوند أب زي قصده أد ويندوز أوف إتش أي جي إن ذس إكزامبل ذا نمبر أوف دوز خلينا نقول مثلا بهذا 33 دخل... وثلاثين ثلاثة بون ثلاثة داون اند ادينج فيال جيف انستد اوف 4 فيال يعني نكفحها قصدي راوند داون ها يعني ها 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 نقربها قصدي باقي مور فايز نقربها لاقرب 10 او لاقرب صفر اذا زراوندينج داون فراح يصير ثلاثة ونضيف فيال واحد فاعطينا شو اسمه اربع فيالات بينما اذا اكثر من خمسة وهم راح نضيف راوند اب يعني راح نضيف لو كان مثلا 3.6 راح اسوي راوند اب راح يصير اربعه ونضيف فوقه بعد فيا خمسه يقول كيرني اكترس اللي هو اعتقد صعود الـ بالروبين للدماغ لو للعينين شنو سببه؟ يقول ان كونجيكيت لان هو اللي بعد تحل صفحه الدم بعد تحل خلايا الدم كونجيكيت بلوبين يعطينا central nervous system بالدماغ damage to the infant يقول NTE is detected in the serum of women in the first trimester بداية uh, الحمل مالته the first title اللي بداية أول the first title for NTE is أول uh, uh, كمية من الـ 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 ال ال, ال NTE ب 32 two weeks ورا أسبوعين the, the antibody titer 64 is that then 128 after another two weeks ورا أسبوعين راح يصير عدة صار عدة طفل

يقول what testing is done for exchange transfusion when mother serum contain an allo antibody يمتى راح ي ااا uh... يسوون خلينا نشوف شنو القصد بال exchange transfusion of patient blood obviously with donor blood in order to remove abnormal يعني الطفل راح يسحبون منه الدم العدو راح يعطونه دم من الدونر متبرع عم يتغير دمه بالكامل خاف عنده مثلا آه مثلا ارش آه مثل آه بوزيتيف اعتقد يعطونه يصير ارش نيجاتيف او هيك او بالعكس دون فورك جنتال هو ذا مادر سيرم كونتين لو انتي بودي يعني ما يصير عليه تحسس بالحاله يقول بي اي بي او ار آه اتش انتي بودي سكين كروس ماتش يقول which blood type may be transfused to an AB positive baby who has يقول شنو نوع ال الدم اللي طونه الطفل فاصل دم AB positive عنده hemolytic disease لأن الأم عندها NTD يقول فاصل الدم AB negative وما وما سألت ما قال فيروس نيجاتيف بيتا طبعا نيجاتيف راديتد يتخلصون من الانتي لو انتي بودي حتى مش مشع يعني عارضين اشعاع او نيجاتيف او او نيجاتيف وساعتها ميجا نيجاتيف وهي بدايه اس نيجاتيف يقول all of the following are routinely performed on a cord blood except كل هاي التحاليل التحاليل سووها على الدم المأخوذ من المشيمة او من الحبل السري باستثناء يقول بي antibody screen antibody screen is not performed routinely on a code because the baby does not make ما ما جسم الطفل ما يصنع auto antibody until عدة ست اشهر من العمر اي انتبه تكتب ان ذا كود ساوند ماسكوم في اي انتبه يشوفونه بالطفل هذا من الام يقول why do rh negative women tend to have positive antibody screen convert ليش ال الام اللي عندها rh negative women تصنع antibody مقارنة بالام rh positive مالتها 17 يقول بي they, ha they have received rh ig اذا rh negative women has a positive antibody screen is because are receiving rh ig or positive NTD يعني بهالحالة هاي شو اسمه أه هو ال RHIG هذا عبارة شون نقول مثل ما نقول احنا انتيجين ها لان هو هذا عباره عن ان تي دي من الام صار عد الارش نيجاتيف صار عد دي uh, فاكيد راح يصير هذا سببه يقول حاله مرضية او حاله ان او نيجاتيف تط... ام فصيلة دمها او شسمه اه شو اسمه ولد الطفل فصيل دمها بيز بوزيتيف انفانت ذا ماذر هاد نو هيستوري اوف انت ما صار عندها اي عندها لو او سوت اسمه دم اف اه تبرع بدم ذس واز هير فيرست تشايلد اول طفل هذا بيبي واز مايلدلي اجون ذس بيت بصفار يعني صار عليه تحلل ودات واز ويكلي بوزيتيف شاف انه بالالوان ودي بس ويك ود بولي سبيسيفيك انتي سيرا يعني قصده كومبلمنت عدها واي جي جي بينما مونو سبيسيفيك بس لا اي جي جي وات كولد هاف كوز دي بوزيتيف شنو سبب سوى ذات بوزيتيف يقول دي maternal anti A coating the infant cell هي أكيد فصيل دمها O هو فصيل دمها B فصار عندها anti B هو السؤال 18 anti A is an IgG antibody and can cross the placenta and attach to the infant cell it's known as a single antibody as a post separate antibodies anti D will not be cause uh, has uh, be the cause because this first لأن هذا أول حمل الطفل الأول ما يصير ما يلحق يعني حتى مين لحق يتكون أنتي ما يلحق يوصل للطفل anti K is not the cause because there is no history of an antibody on the past transfusion ما صار عد اللي هو أنتي بادي يعني ما يقول هو السبب

مختبر قال هاي جرعة كاملة not many doses the nurse then request طلبت to take uh, then the nurse request to take uh, 50 mg uh, mcg شنو قصد mcg <applause> وحدة هاي شنو تفاصيلها <applause> unit مايكوغرام يعني واحد ملغرام او الف من ملغرام ها يعني اصغر وحدات المستخدمه يعني نسبة جرعة جل... كلش جل... قليلة تيك 50 فروم دي لان هي الجرعة جعل... آه اللي هي هو يدونها ميني دوز بينما هو عند المختبر بول دوز فسوت اخذت خمسين مل مايكروغرام آه مايكروغرام من ال 300 اللي هو الفول full dose syringe to satisfy على مود شو اسمه حسب طلب الطبيب. what cost of action should the شنو لازم يسوي المختبري. D instruct the nurse that the blood bank does not stock many doses of RH and relay this information to the physician. شنو قصده هنا؟ ال مصرف الدم يشتغل بواسطة uh, يعني يعني عمله uh, strict standard operating procedure وفق مفاهيم أو معايير uh, صارمة this includes when which products are supplied from the blood bank while B may also be a solu solution D is the best B شنس called B a supervisor or pathologist يقول في الجواب الأفضل is the best because the patient physician can communicate with the pathologist once or she has received information from the nurse دين هو مجرد ما الطبيب ما قضى شو اسمه الطبيب راح يصير تواصل بين الباثولوجيست اللي هو المدير المختبر او طبيب المختبر والفيزيشن او الطبيب الكلينيكال يعني الظاهر بقانون المختبر انه ما يخزنون الميني من دوز بس الفول دوز يعني هيك ما عندهم ار من دوز من اله بس ال ار اتش اي جي بس هو الناس تقول الموارفة. اي فالظاهر يعني حسب قوانين مختبر المصرف الدم انه بيدخل بس الفول دوز من دوز منين ياخذوها؟ من الصيدليه مثلا ايجوسيولوجيكال تيستينج اوف بلود برودكت وين بروتوكول از فولود وين سكينينج هول بلود دونر فور اتش اي في ار ان اي يقول شنو نوع البروتوكول يسوونه؟ اذا كان وين سكينينغ هول بلود دونر في اللي من يسوون يفحصون فيروس شو اسمه خاف عدة اتش اي في للمريض للمتبرع يقول سي بول اب اوف 16 دونر ار تيستد اف بول از ريكتيف انفيرسال سامبل ار سكريند هنا يقول شلون نفحص مثلا عندنا كميه كبيره من ال بطل الدم عندنا مال المتبرعين فشنو الي نفحصهم من الاتش اي في ناخذ عشره من هذني عشره مال المرضى عشره اكياس مال المرضى ونسوي تحليل نيوكليك اسيد امبليفيكيشن يعني عن طريق بي سي ار اذا شفنا انه رياكتيف يعني اكو اكو تفاعل يصير على الوجه السرعه فلازم نشوفها وحده وحده كل كل وحده مال المتبرع يقول نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيستنج Uh, is performed to detect which viruses شنو يا فيروس يسوي له الامبليفيكيشن حاليا هاعتقد هو الفوق جاوبة اتش اي في و اتش سي في و دبليو ان في شنو قصد دبليو ان في يا فيروس ويست فيروس ها اوكي يقول جون كم ان تو دونيت شخص من جون جا لهم يتبرع بالدم كلي. تو ذا كولكشن سنتر اوف ذا كوميونتي بلود سبلاير ذا اي 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 سكرين از ريكتيف فور انت اتش اي في عنده

اللي هو اتش هيباتيتس اس سيرفيس انتيجين اول شيء يظهر قوة ماركر <متصفيق> انديكيتنج اميونيتي تو هيباتيتس بي انفكشن يا شو اسمه اكيد الاميونيتي عملنا على ضد الفيروس لازم يطلع انتي فيا انتي منعتهن اعتقد كور انتي سي انتي هيباتيتس سيرفيس انتيجين اوكي بينما انت بتات كور انتيجين اللي هو الاي جي ام يطلع بالمراحل الاولى بالاصابه كان كانتي انا احكي ورا يطلع انتي كور سكور انتيجين انتي اللي هو اي جي جي ويستمع للسنين Antibiotics الهيباتيتس انتيجين از ماركر اوف هيباتيتس فيروس انفكشن وليس المناعه

HTLV was performed on whole blood. Yeah, virus, whole in city. Virus T human lymphotrophic lympho virus. Yeah, this is about the human lymphocyte, okay. Whole blood donor. اكثر من مرة عادوا طلعت نيجاتيف بس كونفيرمت تيست بس التاكيد طلع نيجاتيف بالتبرع الثاني ذا سكرين تيست واز نيجاتيف بنسوي له مره ثانيه طلع نيجاتيف باي ذا تو ديفرنت بواسطه التحليل المختلف دي دون دون شوت بي نقدر نقبله ولا اي ما دام سكرين تيست ريبيتلي اكتيف يعني الاختبار هذا الكاسيت قصدي نيجاتيف بس الكونفيرمتري تيست مثلا طريق الجينيه او الشيء ما طلعت نيجاتيف اذا ما عاد شيء يقول اي تيست بوزيتيف فور سيفيلوس وحده دم شافوها بها سيفيلوس باي رابيد بلازما ايجنت تيست ذا مايكرو هيموجلوتينيشن تيست اللي هو التاكيدي لو كونفرمتد اون ذا سيم از نيجاتيف ما دام التاكيدي نيجاتيف اذا الحق اي ذا يونت مي بي يوز تو بريبير كومبوننت لان لازم رابيد بلازما ايجنت بيها فوس بوزيتيف يقول حاله جون سميث واحد شخص جون سميث دونيتد عنده اه تبرع بوحده من الهول بلاد ان ماي ريد لاست سيلف ميد فروم ذا هول بلاد وز ترانسيوت تو ذا ريسبنت اوف كوميونتي هوسبيتال ان جون وذ نو ابيرنت كومبليكيشن ما صار عنده مشاكل شخص تبرع على دم The best time notified ذات medical director اوف the hospital ذات the donor uh, نبه نوه الشخص المخت المختبري أو نقول مثل مدير المستشفى that the donor reported high-risk behavior صار التغيير عده uh, with another male in April although the viral test remained negative uh, بس شافوا ان viral malta نيجاتيف. and the donor is healthy والشخص المتبرع ما بيش what cause of action شنو لازم شي ناخده بالاعتبار يقول the resident physician shall be notified الطبيب مع الشخص اللي تبرعه على الدم ينبهونه انه ليش جاي صعيد الحالة. حتى يعزون حالته الصحية شنو ليش هيجي حالته وليش صار عنده هل جاي تاخذ علاجات او هيج شي يقول all of the things are required test on donor blood كل هاي لازم يسووها على ال اختبارات اختبارات على بطل الدم مال المريض او على الدم مال المريض باستثناء شنو هو يا اختبار اعتقد HTLV يمكن ما مش اسمه ما يسوونه اه antisatomic الفيروس اوكي testing for donor for antibody is not required however testing may be done on unit intended for transfusion below birth بس للأطفل يطونها للطفل حديث ولاده او للأم seronegative ما بيها antibody unit used for intrauterine او للوحدات اللي يعطوها للطفل وهو بطن امه او للأشخاص immunocompromised سيرو نيجاتيف ما عنده انتي بودي بوست اوبريتيف ترانسبلانت او للزراعة النسيجية السيرو نيجاتيف ما عنده انتي بودي وترانسبلانت ترانسبلانت هو هاف ريسيفت السيرو في اورجان او الشخص اللي تبرعوا له بالدم عضو شنو قصدها بالسيرو في اورجانز يعني شخص قصدي تبرع له بالدم سيرو نيجاتيف او ليكو ريديوست ار بي سي اللي هي الوايت بي سي وياها الار بي سي كي ريديوست ريسك اوف ترانسميتينج ليكو ريديوست ار بي سي كي ريديوست ريسك اوف ترانسميتينج اكو يعني عده مش احتمال خطأ بسيط بالنقل سايت ميجال فيروس عن داري كومونيت فور ساتش بيشنت وين سايت ميجال الشخص باعتبار انه يشوفون اختبارات مالت سايت نوت بين بيرفورمد اون دونر يونت اذا الشخص ما سوى له ميجال فيروس تيستينج على الشخص المتبرع The prevalence of antisense in the population ranges from 40 إلى 90%. الضايع يعني هذا الفيروس منتشر هوايه بس مو خطا كلش ليش which of the following band will be constitutive or positive western blood for HIV western blood مال البروتين فيقول يا باند راح تعنينا انه شخص بي اتش اي في اذا لقوا عد الباند 24 وجي بي 41 وبي 17 يعني من شو اسمه هاي آه الباندات على سبيل المثال هنا خلينا نشوف صورة بيها اسماها ايش هنا هذا باند هذا باند هذا باند هذا باند, باند وهنا من كي باند واسمه فال اتش اي في يكون يطلع عنده يا باند ب 24 جي بي 41 بي 17 هنا وهنا وهنا كون يكون هيك يعتبرون ان هذا الشخص عنده اصابه بالسايتوميجال فيروس او العفو اتش اي في بالنسبه بودي سكرين آه شوي هذا الموضوع يعني يختلف عن البقيه اكو اختبار مال انتي بودي ايدنتيفيكيشن شنو هو؟ يجي ب فيال فيال فيالات هوايه هذه فيالات بيها خلايا خلية مثلا بيها انتيجين بيها بيها انتيجين دي ما بيها انتيجين سي بيها كذا انتيجين بيها انتيجين كذا خلية ثانية بيها مثلا فيال اثنين بيها خلية خلية بيها انت كذا انتيجينات فيال ثلاثة كذا انتيجينات يضيفون على هذا الخلايا البلازمة مع الشخص المتبرع او عفوا الشخص المستلم الشخص المستلم يضيفون عليها الخلايا يدون يعرفون شنو نوع الانتي ضديات اذا صار تفاعل معناها صار تفاعل بين البلازما مال المريض مال العفو الخلايا اللي المجهز صناعيا اذا صار تفاعل معناها انه بال البلازما مال المريض الشخص اللي دم جاي يصير انتي بودي عنده لو انتي ضد احد هاي الانتيجينات بس شلون يعرفون هاي الانتيجينات شلون يعرفون اليه مال فصل مالته شلون يعرفون مثلا هل هو عنده انتي بودي ضد انتيجين اي انتيجين في انتيجين سي انتيجين كي الكل انتيجين لو دفي انتيجينات لو الكيد انتيجينات لو لويس شو بهالحاله يقسموها يشوفون اول مره مثلا سووا تفاعلات سووا جدول عندهم مخطط انه كل خليه شنو الانتيجينات اللي بيها وين صار مثلا التفاعل صار هنانة زائد ثلاثه او طبعا ثلاثة اختبارات اللي هي immediate spin واللي هذا فائدة يشوفني عن وجود الاي جي ام انتي بوديات الاي جي ام هذا قسم بهن جن اي جي ام واي جي جي وعندنا ب 37 سليزي والانتي هيومن هذا انتي بوديات بس اي جي جي واحد الا عن طريق ال انتي جلوبيولين اللي هو الاندايركت يشوفون البلازما مالته الانتي بوديات واحد درجه 37 هل يصير تفاعل او لا فعلي سبيل المثال انا صار لي تفاعل هنا بالخليه او بفيال اثنين وصار لي تفاعل بهاي فيال سبعة وصار لي تفاعل تفاعليا فشن عاليه نريد ان نعرف بها الانتيجينات الموجوده شو راح يسوي هو هنا نجي للمثل اول وحده اذا كان مثلا عندي انا سي اذا سي بحتها سي كابيتال او سي سمول اذا الانتيجين بس هو موجود بوحده اللي هو يسمونه جين او الدوزج آه اذا شافوا ان الانتيجين بوحده موجود مثلا سي مو اكو اذا اثنيناتهم مجهدة هذه يسمونها هيتوزايجوس الهيتوزايجوس هنا يصير زائد وهنا يصير زائد يعني انه هاي الخليه بيها من السي فهذا غالبا ما يكون آه وحده الضعف الثانيه يعني يصير ويك تفاعل ويك اذا اكو مثلا انتي بادي ضد مثلا سي بحتها بس الخلية تفرز نوعا من الانتيجين بيطلع نوعا نوع من الانتيجين سي الانتي كارتل وسي سمول فالاكسبريشن مال هذني راح يصير او الدوز راح يصير ضعيف احتمال انتي بودي ما يسوي ديتكت قوي لهذني فيطلع مثلا زائد واحد او صفر هذا يسمونه هيتوزايقس هسه انا عندنا هوموزايقس باعتبار انه البوزيتيف آه شافوا انه مثلا السي بوزيتيف بحالة السي اللي هو هوموزيغس ما اعطانا تفاعل ما صار رياكشن ويا الانتي مع مال المريض فاذا هذا ايش عليه؟ هسه ايش راح يسوي؟ قال اقدم بيها راح الاول وحده النيجاتيف نتاكد بس من النيجاتيف قد نشيل احتمالات من عندنا اي hey. Now, when, when it comes to how you cross out you cross up the antigens, antigens, there are different uh, attitudes and methodologies and procedures for how to do this. So the way that, way that I am doing it is the way, way that I teach my students. students. It is not the only okay. way. Um, so for a sign here or whatever, whatever. It be. Uh, we have, have negatives over here. I'm going across all the positives. positives. Now, now, if, if you're, you're already doing, doing antigrams and antibody, عندنا بس دي وحدة وهي هوموزايغس فاذا هوموزايغس لو قوي اطلع تفاعل نيجاتيف اذا ال لازم ما ما عنده انتي بادي ضد ال دي فاذا نستبعد احتمال وجود الدي بالبلازما هنا سي هذا هوموزايغس السي الاولى

هنا سي بعدنا باعتبار ان النيجت ايش اسمه او يعني صفر ما موجوده بالخليه الاولى فاحتمال اذا بوزيتيف احتمال تعطين رياكشن قوي نريد نعرف شنو سبب الاي هي عندنا بس وحده العفو عفوا اي لين اثنين بها اي اعتبر هذا قص اذا اي الاليل او الجينوتايب اللي مثلا اكسبريشن اثنين للاي نوع من الاليه اثنين يتعبون فيصير شلون مثل ما نقول ليه. يتكون ان انتجين ضعيف يعني ما راح يدفع انت بعد احتمال يعطينا ويك مثلا او ما يكشف بحاته بباحاتها فهذا يخلي واحد ياثر على الثاني فسوى بلس واحد يعني قصدي استبعده بس مو 100% يعني اثنيناتهم بوزيتيف لو كان واحد من عندهم نستبعده <applause> نفس الحالة هذا وهذا بعد وموجود ما هيتروزايجوس هو موجود بوزيتيف وما اعطاني التفاعل اذا هذا ما مو هو السبب هسه <applause> ليش على السي لان شافها هي هنا بوزيتيف شافها بوزيتيف السي بحتها وهم اعطتنا رياكشن فاذا استبعد هذا الشيء <تصفيق> <تصفيق> راح يعين واحد واحد يفوز سنكلهن ظل عنده هذا الكي شاك بي، هاي عفوا ظل بس هذا الكي الوحيد اللي بوجوده سوانه بوزيتيف رياكشن بوزيتيف اكشن، فالظاهر انه البلازما مال المريض عنده انتي كي فاحنا شو نسوي؟ نطي للشخص اللي يريد يتبرع بالدم نتاكد انه كل ما عنده هذا الانتيجين حتى ما يسبب لنا كومبليكيشن للمستلم واكو قاعد يقول لازم يكون ثلاثة تطينا نيجاتيف وثلاثة تطينا بوزيتيف انه نشير انه هذا هو المتورط هذا قصده مال انتي فهنا يقول بيشنت هاز ذا لوس فينوتايب يعني شخص انه عنده آه هذا الانتي اللوس فينوتايب اللي هو عنده هذا النوع من الانتيجينات اللي هو اي سالب بي سالب انتي بودي بين ريفيل اللي هاي المساحة حكينا عنها ريفيل ذا بوزنس اوف انتي ال اي شافوا انه عنده البلازما مال مريض ما سووا

دايركت كومب تيست موجود تفاعل عنده هو بين الريفيل نوس كونكلوزيف انتي بادي يعني شافوا انه ما قدروا يعرفون يا انتي بادي منعتن. يعني كل الانتي باديات حكيناها من الساعه تقريبا اكو مثلا نوع من الانتي باديات ثلاث نقطن بوزيتيف فصاروا بشك ما يعرفون يا هو بالضبط انتي بادي يتكون البلازما مال المريض شوف انتي بي كونسيدر بوسيبلتي فور ذا بيشنت وذ في احتمال انه ال انتي ال اي هو الانتي بادي موجود بالبلازما لو غير واحد. الشخص العدة عنده ال اي اي بما انه ما عنده هذا الجسم اسمه. شو يقول هنا جواب مالتي؟ يقول سي انتي ال اي از نوت لايك انتي بادي بكوز ايفن ال اي بي اندفجوال سكريت سم لان حتى الشخص العدة عنده ال اي بي هم راح يعطينا من هذا النوع من ال اي اي. يعني الشخص اللي الانتي أه, ال اي 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 مو هذا الشيء بيكوز ايفن ال اي بي انديفيدوال سكريت لحتى حتى اللي هذا الانتيجين راح يعطينا هذا ال اي اي انتي بودي يقول انتي از بورد سبايرال باي ذا بيرسون وذ الشخص هاي الانتيجين مالتي اللي هو ما عنده لا اي ولا بي راح يعطينا ال اي اي فينوتايب بيكوز LEA اي اي بس ستيل هاف سم لان حتى الشخص اللي عنده LEA اي بي زائد هم راح يعطينا هذا ال اي انتيجين بريزنت ان سلايفا هم عنده هذا الانتيجين بالسلايفا بيشنت ان اولدو ذا از نوت بريزنت اون ذا ريب سيل بس ما موجود بخلايا الدم مالته فالشخص اللي عنده LE does دوز نوت ما شو اسمه ها الشخص اللي عنده هذا ال هسف شو قصدي ال ال اي اي يعطينا انتي بودي ال اي بس الشخص اللي عنده ال اي اي زائد موجود عنده الانتيجين هذا فما راح يتكون انتي ضده بس ما موجود في خلايا الدم موجود ده يقول تكنولوجيست شخص مختبر هاف ديفيكولتي ريزولفينج بودي يعني شو ذاك ال موف شاف عنده مشكله شاف عنده اكثر من انتبادي مشتركات بتفاعل فما عرف يعني ياهو يسوي له اوت شاف انه عنده اكثر من انتبادي مشترك بالجدول قصده هذا شاف انه عنده آه آه انتيجينات انت اثنين واثنين تتكون ضد الانتي بكل الحالات المرتبه تتكون ضد الانتي فما قدر يحدد ياهو من عندهم شنو يقول؟ يقول سلايف فورم انفيدوال وذ ال اي جماعة هذول الفصليات هم LEA gene contain the L item LEA antigen this combine with the NTLEA neutralizing the antibody فهذا شنو هو هذا راح يتفاعل وي ال NTLEA و راح يهبط لنا وظيفة ال antibody penal cell treated with فراح يضيفوا له هاي المادة lose reactivity with NTK and other antibodies but not uh, فحتى يفرقون بينه وال NTK الظاهر ال NTK وال NTLEA ثنياتهم مشتبهة بيهم فحتى يهبطون وظيفة واحد من عدتين حتى يتأكدون آه جرعة من ال دي تي تي هل نسبتها على عينة مال راح تهبطون وظيفة ال كي بس راح تبقي بقية انتباليات اللي هو مثل MTLA وانا يقول هاي دايت تسي, تسي آه يعني عندنا هاي دايت تسي اللي مادة ثانية نضيفها آه راح تهبطون وظيفة ال NTB1 يعني خاف عندنا عدة انتباليات مشتركة فبس الانتي ال اي -E ما يتاثر يعني هاي القواعد الفصل خاف عندنا اكثر من, من اكثر من انتي بودي او انتي موجود سبب انه وجود انتي بودي ضده what type of blood shall be given to an individual who has anti ال بي ذات ريكس بوزيتيف ات ذا ايت فيس شافوا شنو عندهم يعطون الشخص عند انتي اي انتي -E ال اي بي -E ويتفاعل زائد واحد بحالة الـ indirect agglutinatory test. يقول: Blood that is negative for the LEB antigen. اكيد راح يحطونه دم ما بي uh LEB عند الـ antigen عود ما يهاجمه هذا. بس هو شو يقول هنا؟ لويس انتيبادي اللي هو هذا يسمونه لويس انتيبادي هاي الفصيلة. not considered clinically significant ما راح يعتبروها شي مهم لانها الا اذا تفاعل درجة الحرارة 37. at that IT phase.

Uh, ف لازم يعطونا ال اي بي انتيجين العفو بيتم بي اي بي انتيجين اذا ما طتنا بوزيتيف نقدر نعطي البلد شو اسمه نفس الفصيله يعني حتى لو بي انت ودي ضده بس ما راح يتفاعل هذا الشيء لان ظهر هذا اي جي ام وهيك شيء اعتقد which of the following statement is true con concerning the mn phenotype نوع من انواع الانتيجين هذني شنو اختبار الحكي الصحيح يقول بي دوزج افكت مي بي سين فور بوث ام ان 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 انتيجين يقول دوزج افكت از ذا تيرم يوز تو ديسكرايب ذا فينومن اوف انتي بودي ذات اكت مور سترونلي وذ هوموزايجوس سيل ذان وذ هيتروزايجوس سيل يعني من نشوف بجدول اذا مثلا شفنا الاي e مثلا سي سمول وسي زائد إذا اثنين مثلا موجودات راح يد انتي بودي مثلا يقول زائد واحد تفاعل وياهن إذا واحد من عندهن موجود بس يزيد التفاعل مالته ما فهو هذا قصد الدوزج are both present on the same cell the causes weaker reaction than RBC either than فإذا MM or N N gene which carry great amount of the corresponding antigen فلازم له هذا له هذا الظاهر هذا شلون اذا اثنين تتجمع معناها معناه هومو هيتوزايغس اذا بس هو حي معناها هوموزايغس يقول NTM is sometimes found with the reactivity detected at the immediate spin phase that persists in strength to IH phase. What is the main testing problem with the NTM؟ شافوا انه اختب... باختبار ال immediate spin اللي هو الاختبار هذا اللي يسمون يكشف انه يعتقد ال IGM او الابحاث درجة حرارة الغرفة واقل أه... نفس القوة بال IGM

اقوال انت ام ماي نوت بي كلينيكال سيفتي نت ا سترونجلي انتي انت ام بيرسيست ثرو تو ذا اي تي فيس ماي انترفير وذ ديتكشن اوف كلينيكالي انت بودي ذات ريكت اونلي ات احتمال وجود الانتي ام ياثر لنا لان هذا مو في مو مهم خطر بس احتمال ياثر لنا على وجود انتي بودي ثاني ضيع علينا أه Uh, يعني مثل ما أقول uh, همنا يتفاعل بهاي دايس أي تي هم ستوانك يقول بيشنت سبب هافينج باكسوز ما كول هيموجلوبين شخص عنده اي جي ام هاي الحاله ويتش باترن اوف اوف دونات لاند ستينر انت وديوز ويتش كوز ذيس كونديشن يقول ذا انت ودي اتاش تو ابي سي ات اب اند كوز هيموليسيس هاي النوع من الانتي جي من الاي جي ام <applause> راح يدفع عنا يكتب بالار بي سي ويسبب لنا تحلل بس بدرجه حراره 37 اللي هو انتي بي يسمونه فايس فيس اكتيفيتي انتي بودي اتاش تو ار بي سي اند ذين كوز ذا ريب سيل وين ار 37 سي يقول هاو كان انترفيرنج انتي بي انتي بودي ريموت فروم ذا ميكستر اوف انتي بوديز اذا الانتي بي موجود شلون يقدرون اللي هو جاي يأثرنا على بقية بوديات يطغى عليها شنو نقدر نزيل مفعولة من بوديات باعتبار هو مو كلش مهم يقول دي Neutralization وذ سيست فلود نوع من انواع الطفيليات يضيفون سائل مالته راح يهبط هذا لا انتي شو اسمه يحتوي على البي سبستانس يقول which antibody is frequently seen in patients with warm autoimmune يا yeah, نوع no, الانتيبادي اكثر شيء موجود عند عند جماعة الامراض المناعية الاوتوميون هيموناتيك انيميا تحليلية يقول anti the anti frequently indicate the case of warm auto antibody the corresponding antigens class of high frequency in the RS system and can mask the presence of other allo antibodies احتمال هاي الانتيجين بهاي الحالة يكون high frequency وجوده يعني تعبيري اكثر حاله الار سيستم ان كان ماسك اثرني على بقيه الاولو انتي بوديز يعني ما يسبب يطغى على بقيه اللو انتيبوديز بحيث ما يخليه توصل للانتيجين مالته المستهدف الا فيعطيني احتمال فورس نيجاتيف يقول انتي انتيبوديز فريكونتلي سين ان بيشنت وذ وورم انت هاي يقول Uh, an antibody shows strong reaction in all test phases all seen are positive شافوا انه تفاعل قوي مع حتى بحاله السيركين البنال سيل ار بوزيتيف ذا از ذن تيستد وذ كوت بعدين السيروم شنو بالكوت وش يقول هنا What? <applause> يعني اكو انت انتبادي بدي ما موجود انت مالته بس موجود بالدم

Test negative or only weakly positive with anti-I. Then I had a key delay. <laughs> she grew adult cell contain mostly I, I antigen and anti-I will react with all with all adult cells found on screen or panel cell. Crowd cell, however, all contain mostly I. I. Ha <laughs> الاي انتجين اللي هو هذا الهيتروزيغس الاي انتجين موجود بس بالامبيريكال كود والاي هذا موجود بال وهذا اثنينات الاي والاي موجود بال شو اسمه بال فحتى يعرفون ياه هو هل هو الانتجين ضد الاي هذا الهيتروزيغس هذا لو هذا شافوه بالكود بالكود عندهم هذا بس ما أم هذا ما موجود اذا الجواب مالته شو اسمه اي هذا الانتي اي الكابتل يقول which group of antibodies is commonly found as called agglutinins يا نوع من ال antibody بحالة ال called agglutinin او قصدي يمكن بحالة ال immediate spin راح يعطينا positive يقول C اللي هو NTM وال NTN IGM commonly found as called agglutinin بحالة يعني درجة حرارة اربع سيريز اعتقد او درجة حرارة الغرفة يمكن تسبب لنا agglutinin Which of the following antibodies characteristically give a refractive mixed field appearance? She has a refractive mixed field appearance. يعني شو عسى ال RBC شكلها يقول C اللي هو NTSD انت اك اك give a fractal mixed field antiglutin reaction in the IT the fractal character is more evident under the microscope اذا تشوفها افضل تحت الميكروسكوب ها هاي راح تطلع ها طبعا نشوف كل اختبار و الدرجه مثلا A زائد ثلاثة هذا زائد أربعة حسب التجمع مالته ما هذا ماكو جلوتينيشن زائد أربعة كل ما تزيد كثافتك كل ما تسمع تقدر هذا قصدي يعني يقول what does the what? ثلاثة سؤال كذا قول السيرتي مساحة شين عنها يعني ثلاثة بوزيتيف وثلاثة نيجاتيف شو قاعد تعطينا معناها بادي is ruled in at the current هيج مو او شي 50 of confidence that the cochlear antibody has been identified هو هذا السبب. يقول the key اللي هو selano antigen is high frequency antigen and is found on most red cells. How often would you expect to find the corresponding antibody؟ ازيد احتمال وجود هذا ال ضد ال. باعتبار هذا antigين كلش مشتهر. ما ال antigين هواية اذا احتمالات اللو لو كفك الـ أنتي مالته لو راح يصير نسيبتي هواي لان أغل أغلب الناس موجودة عيدهم فما راح تكون أنتي بله ضد. when I go rarely because most individuals have the antigen and therefore would not develop the antibody. go which procedure would help to distinguish between anti E and anti F Y A in antibody mixture إذا شافوا جاي يسوي تحليل للمريض أو للبلازما للمريض شافوا إنه الـ انت الـ ال 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 انتيجين E و anti F Y A ثنتين يطن

يقول patient is taken to the hospital medical records indicated that the patient has a history of anti-JKA مريض ودول المستشفى شافوا انه عنده anti-JKA when you perform the type and skin this type was all positive and the skin was negative you should فشافوا انه بصير تم positive وما عنده هذا anti-body ايش راح يسوي تبع الحالة هاي يقول A cross match using unit negative for HK antigen يقول the kid antibody are non-natrociously for disappearing from serum يعني بساء اختفاء yielding a negative result for the antibody screen if a patient has history of kid antibody the blood must be cross matched using antigen negative units طيب الحالة راح يجيبون وحدة بها ايش يقول هو cross matched for negative so using antigen if you the patient is transferred with the corresponding antigen an an anamnestic response may occur with subsequent hemolytic transfusion reaction يعني شو مثل ما نقول عيد عليه هنا شي يقول يقول مختبري تقنية سوى وتكنولوجي سوى دبي شاف انه عدة سيل ويك زائد واحد بوزيتيف رياكشن فور سيفل اوف ذا بلاك وشاف انه هذا ما يعني تعرف من عدة اياها انت ودي بالضبط هاي في فينو نوت اني اديشنال شاف ان الشخص التفاصيل عن المريض ما كوصف عنه واضح السيرم از ديليوتد خففوا ورجعوا خاف اكو سنسيتايز مسبقا ما صار شي نفس الشي شنو نوع الأنتيبادي سواء يسوون هاي الحالة؟ هاي افيديتي افيدتي انتيبادي، هاي تايتل افيدتي انتيبادي اللي هو قصده آه الأنتيباديات ضد الهاي فريكونسي انتيجين، يعني الأنتيباديات اللي ضد الأنتيجينات بصورة كبيرة، موجودة عند أغلب الناس، فهاي راح تكون نسبتها قليلة، فراح تعطينا لو رياكشن. this antibody direct against high frequency antigens such as they, they not significant يعني مو فتشي مهم ما راح يسبب فتشي قوي لان عدد نسبته قليله فهذا السبب هو راح بها incompatible cross match او يطلنا weak positive يقول antibody the... طبعا هي هذا نوعين هذا نياح نسموه اللي هي anti CHA anti rod gels t CSA الى اخره يقول ان انتيبوديز ديتكتد ان ذا بريجننت وومن انتيبوديز سووا بعد وومن از سبكت ذا كوز اوف فيتال ديستريس هو سبب ال... يعني نوع من اللي هو هو سبب الفيتال دسترس مشكله بالطفل او uh, ضرر بالطفل The antibody reacts at the in uh, intact evolution test phase, but does not react with smart fire with DTT treated cells. DTT treated cells, شنو قصدي بيها؟ ها، هذا نوع من أنواع المواد يضيفوها على مودي هبطنة. نوع من انواع الإنتي بودي ذا كيل ها ال ال الكل اللي هو الكي راح تهبط الإنتي راح الظاهر شنو هو؟ راح تهبط لنا الإنتي كي هيجي لي ما راح يصير شسمه. إتكون antibody ضد معد فعلية. This antibody cause in vitro hemolysis. What is the most common هذا نوع ال antibody؟ يقول C اللي هو NTLUA. يقول of, uh, of the antibody listed only LU is detected in the eye, it cause in vitro hemolysis may cause hemolytic -like disease of a newborn. uh, and does not react with ADT و DT treated cell ما راح يتفاعل ويا الخلايا اللي بيها DT T cell لان ضال الانتجين ضده راح يتحطم هو راح بال uh, IAT phase بسبب hemolysis اوكي okay. يعني هو الوحيد اللي ياثر على الطفل What sample is best for detecting complement-dependent antibody? يا افضل سامبل يعني نقدر نعرف إنه وجود كومبلمنت نقدر نعرف ان كومبلمنت يحتاج يحتاجه بوديز او الأنتيبودي اللي يتطلب وجود كومبلمنت على مود يسوي تفاعل شنو لازم نحتاجه يقول سيرام ستورد درجة أربع سيزيز فور نو لونجر ثمانية وأربعين ساعة يقول سيم مستوى الفونون اذا انت مانيو بس بزيف اكتيفيتي راح يبقى على فعاليه الكومبلمنت بلازم ان اتس ان بويت بيكوز موست انتيجوجلينت شليت كالسيوم نيد فور اكتيفيشن كومبلمنت لان البلازما لمده طويله بسبب وجود انه الانتيجوجلينت الموجود بالتيوب راح يلتهم الكالسيوم او يرتبط بيه فشنو هو راح يرتبط بيه راح يمنع لنا تفاعل كومبلمنت فلازم شنو نسوي افكت كومبلمنت the serum to تو دستروي وذا حمينا شو اسمه سيرم 56 راح يدمرنا الكومبلمنت. فراح ما نستفاد من ال الانتيبوديات يحتاج يتطلب وجود الكومبلمنت. لان احتمال اكو انتيبوديات ما يتفاعلن الا بوجود كومبلمنت فاذا بلا اسمه وسوينا لها شو اسمه ما راح تعطينا بوزيتيف لان باعتباره ما ماكو كومبلمنت يساعد الانتيبودي على الاجلوتينيش يقول ويتش انتيبودي will نوت بي ديتكتد باي group او screening سيل يا نوع من الانتيبودي ما راح نجاب جروب او سكين سيل شنو قصدي جروب او سكين سيل شي يقولوا هنا بي انتي اي ون اي بي او انتي بودي ار نوت ديتكتد باي جوب او سكين سيل بيكوز سيل يعني نو اوكي سكين يعني قصدي هاي ظهر قسموها سكين سيل ذني اللي يجي باختبار انتي بودي ايدنتيفيكيشن مو قلنا عده فيالات كل فيال بي نوع من انواع الخلايا وبيهن انتيجينات فالظاهر انه الانتي او ما ما يحتوي على الانتي اي 1 اوكي okay. يقول refer to panel 1 which antibody is most likely implicated باو على هذا البانل شوف يا انتي بادي هو اكثر شيء مشتري لازم نسوي شلون هالقاعده مال الهيتروزايجوس ال

عندنا جي كي بي وجي كي اي هذين شلون اذا اثنين شو اسمه يصيرون هيترو هيترو راح يصير اكسبشن راح يقل يضعف واحد يضعف الثاني فراح يصير ريأكشن ضعيف. اي يقول ريفر تو ذا بانل which antibody specificity is most موست لايكلي بريزنت؟ ياكثر نوع من انتي بادي هو موست لايكلي بريزنت موجود. هاي 22 طبق النظريه مال المساحه شفناها. يقول الجواب مالته دي اللي هو انتي سي او انتي كي ليش؟ يقول انتي سي بيت 37 تفاعل بس 37 اللي هو ال... شوف بالله السي وين بوزيتيف 37 تفاعل الوحيد بيهن من هم سي بوزيتيف تفاعل ب 37 ويقوى بالاي اي تي اللي هو شو اسمه بالانتاكت اللوشن تيست راح يقوى التفاعل راح يعطينا بوزيتيف 2 والاكو انتي بودي ثاني وياه اللي هو انتي كي ويتش ابيز اونلي وهذا الانتي كي فقط هذا بال اللي هذا بس بالانتاجت اجريشن تيست راح يبين عندنا فاذا عندنا نوع نوعين من الانتي بودي انتي ال بودي ضد الكي وانتي ضد ال سي يقول وان بين ويتش اوف ذا فولينج انتي بوديز كود نوت ولد اوت يا نوع من الانتي ما يقدر ينزيحه او يبين عندنا مرتين يقول بي اللي هو انتي سي توني حشينا عليه انتي سي شنو ليش to rule out antibody there should be a homozygous cell لازم اكو homozygous cell يعني بس الـ C واحد زائد او ناقص منهم يكون واحد معايتن موجود antibody ما يتفاعل اياه بذاك الوقت نقدر نقول ما هو والد. هذا antibody to fail to react with the cell of the choice and he was not ruled out on balance to rule this antibody out the cell that's homozygous for C and negative for K إيه، hey. will be ruled against but serum positive. شو يقول هنا بالضبط؟ Rule this antibody out. A serum that is homozygous for C and negative for K. مفروض uh, خلية يكون بها، شافوا أنه واحد من الخلايا بها تفاعل، كل الخلايا بها تفاعل بها K و C. فبهالحالتين ما عرفوا أنه هل هو الـ ضد K لو أنت C. وحالة من الحالات اللي C هومـ uh, heterozygous، C بال positive وبال او بتصير السمول هم اثنيناتهم بوزيتيف وطن رياكشن بس الكي ما موجود في الحالة عليهم ما عرفوا انه الانتي الانتي بودي سي هو سبب عفوا هذا السي سبب لو هذا السي سبب يقول بابو 24 او بينالتي ويتش سيل ار هوموزيغس فور سي يا رقم من الخليه خلي الخلايا هوموزيغس سي هوموزيغس سي قصدي بس بيها بس, بي بس السي هاي الكابتل بوزيتيف السي سمول نيجاتيف فالجواب يقول بي اللي هو الاولى بس هاي بي اس سي والثانيه اللي هو بس هي بي اس سي بوزيتيف عليها بس سي بوزيتيف يقول رجال عمره سبع سبعة عمره 77 سنه ودوه المستشفى المجتمعيه افتر كاردك ارست صار مشكله بالقلب هيستري انكلود ابدومينال اورتيك انيوريزم صار انتفاخ باحد الشرايين الاورطي تو يز قبل سنتين وتشي هي ريسيفت طوسه بطاله دم من الباك سيل هاي uh, بلاد

E و C اي شافوا ان وجود الاي e والسي ثنائيتين تن positive reaction فما عرفوا يفرقون بيناتهم every positive reaction a separate latin and are positive for either the e or for the homozyg or for the cell homozygous for c antigen كل وجود لل c homozygous طيب positive كل وجود لل e antigen thenatin داش تمام هم positive فصعب يفرقون بيناتهم What is observation? شنو الشي راح نشوفه؟ واضح؟ one of the antibodies present on panel 3 هل one antibody is only reacting with heterozygous cell؟ شنو بالضبط؟ يقول C. one antibody is only reacting with homozygous cell يعني أي أحد الأنتيباديات فقط تفاعل وي الـ homozygous cell يعني كل تفاعل هنا ما تفاعل وي heterozygous يعني بس واحد من يعني شافوا منه مثلا هذا التفاعل مال antibody تفاعل وي اه دي بس ما تفاعل وي دي small أو تفاعل وي مثلا نقول اي بس ما تفعل وي كابتل هي إيه هو هذا قصدي شكرا لكم